ينضم معنا لمزيد من التفاصيل من أربيل الدكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى. مرحبا بك دكتور ناصر الفهداوي. بداية، هل حدثنا عن تفاصيل الحملة الإنسانية التي قمتم بها في السليمانية؟ حياكم الله أستاذنا الكريم. أهلا بك. حقيقة هذه الحملة يعني بدأت منذ بداية العام الدراسي الحالي. كان مصير هذه المدرسة ومصير الطلبة على المحك، كانت توشك أن تغلق ويعني يعلق الدوام الطلبة فيها. جاءت يعني حملة هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية بتلبية الاحتياجات التي يفتقر إليها المدرسة، وأهم هذا الاحتياج هو الجانب المالي للمدرسين وللطلبة الذين يتحملون عناء السفر من منازلهم إلى المدرسة. يعني المدرسة في منطقة نائية جدا وبعيدة عن منازل أغلب الطلبة. وزعت منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين المنح المالية على المدرسين المحاضرين المتطوعين مجانا للتدريس في هذه المدرسة، وكذلك شملت هذه الحملة عشرات الطلبة المتعففين لإعانة ذويهم وإعانة أسرهم لتحمل تكاليف النقل، التي تكاليف نقل المواصلات، الباصات التي تنقلهم من منازلهم إلى المدرسة. دعم هؤلاء الطلبة دكتور ناصر إلى أي مدى يعني يمكن أن يسهم في تقديم دفعة أو دفعة معنوية لهم؟ هذه يعني الحملة، حملة تقديم المنح المالية للمدرسين وكذلك للطلبة المتعففين، دعمت بشكل يعني حقيقة يعني دعمت الطلبة وأولياء أمورهم لتجاوز المحنة التي يعني يعانونها. هم يعني أبناء عوائل نازحة نزحت من محافظات مختلفة إلى مناطق حلب شتازة وعربت وغيرها من المحيطة بهذه المدرسة النائية. هذه جاءت يعني تعينهم وتعين المدرسين على اجتياز المحنة التي تعاني منها المدرسة. خففت عن كاهل أولياء أمورهم، قدمت كثير من الحلول لمشاكلهم، أهمها المشكلة المالية. ولذلك يعني تأتي هذه المنح المالية وقد رفعت يعني معنويات الطلبة وشكلت دافعا لمواصلة التحصيل الدراسي. وكان يعني إدارة المدرسة، كادر المدرسة، أولياء أمور الطلبة يعني وصلت إلى كلماتهم بالثناء والشكر والامتنان لهذه المبادرات التي تواصلت منذ بداية العام الدراسي ولغاية اللحظة. هل هناك مشاريع أخرى دكتور ناصر بشأن دعم الطلبة؟ حقيقة مشاريع المنظمة، منظمة أم القرى والقسم الإغاثي هيئة علماء المسلمين لدعم الطلبة في عموم المراحل، من المراحل الجامعية إلى المراحل كذلك الدراسة الثانوية وكذلك المدارس الابتدائية. هذه المشاريع مستمرة، مشاريع تقديم الأثاث الدراسي بالكامل من المقاعد الدراسية إلى البيئة المدرسي، إلى الاحتياجات المدرسية من المكاتب، من المقاعد، من القرطاسيات، من الحقائب. هذه كلها تبنتها منظمة أم القرى والقسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين، وهي متواصلة مع كل عام دراسي. وصلت إلى الأقسام الداخلية للجامعات وللكليات، وصلت إلى طلبة الثانويات، وصلت إلى طلبة الابتدائية، وصلت إلى حد إنشاء مدارس من الـ من الـ من الـ من الأساس وتجهيزها بكل ما تحتاجها، ولتضم أبناء الطلبة من العائلات النازحة التي حقيقة لا تملك شيئا الآن من متاع الدنيا إلا بسيط قليل من لقمة العيش التي يحصلونها بالنزول اليسير. في ظل هذه الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها النازحون في العراق، يعني ما المطلوب منكم كمنظمات إنسانية من أجل تطوير ربما مشاريع إنتاجية مثلا تعود بالنفع عليهم ككل؟ يعني حقيقة يعني الجانب الإغاثي، يعني كثير من المنظمات تنظر إلى الجانب الإغاثي بأنها يعني لقمة خبز تقدم إلى النازح، وهذا يعني حقيقة لا يكفي. وإن كان
يشكل عامل مهم جدا لعائله نازحه يعني في ظل خيمه قديمه يعني ممزقه. يعني هذه لقمة العيش التي توفرها الكثير من المنظمات، وهي الآن يعني المنظمات قلت بشكل كبير جدا وبشكل ملفت للنظر حتى الجانب الغذائي في هذه القضية. المنظمات بشكل عام مطالبة بالنظر إلى مشاكل النازح بكل تفاصيلها، من الجانب التربوي إلى الجانب الاجتماعي إلى الجانب النفسي الى الجانب الاخلاقي والتقييمي لهذه المخيمات التي حقيقه هي مرميه بالعراء مع المشاكل النفسيه التي يتحملها الطفل النازح، وهذه حقيقه تخلف عليه اعباء كبيره جدا. ينبغي على المنظمات ان تنظر الى هذه العائله وكانها تسكن في منزل، لا بد لها من ملبس، لا بد لها من منكل، من ماكل، لا بد لها من عيش كريم يحفظ لها كرامتها ويحفظ لها وجودها الانساني. المنظمات يعني ينبغي ان تتضافر جهودها للوصول الى الهدف الاسرى وهو خدمه الانسانيه وخدمه الانسان كانسان. ينبغي يعني النظر الى شعوره واحتياجاته وماساته. النازح يعني يتحسر على حبه براستول، يعني يتحسر على علاج بسيط جدا، يتحسر على لقمه العيش. الآن مع قرب حلول الصيف الأفاعي والعقارب تفيح من الأرض وتأتي إلى الخيام، ويتعرض النازح إلى كثير من المشاكل، منها هذه المشاكل التي يعني يتكلم لنا اليوم يعني الكادر الإداري في أغلب مخيمات النزوح. شكرا لك، شكرا جزيلا. من أربيلة دكتور ناصر الفهداوي المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى.